ننسى يا أستاذة هذول البنات. أها عندي فكرة. فلوس كثيرة. واو، خليني أعدها كم. الحمد لله كف الأغراض. يا بنت فين رايحة؟ ماما صادتني. إيش قلت لها؟ إيش قلت لها؟ يا بنت إيش بك؟ إيش تخبي وراكي؟ لا 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 ولا حاجة ولا حاجة، بس رايحة مع صحباتي عشان يستنوني برا. طيب يلا الله يوفقك. أوه الحمد لله ماما ما صادتني. يا الله فين البنت؟ تأخرت الحين كده الساعة 9 العشاء. خلينا كلمها. إيش بقى ما ترد؟ ألو فينك؟ إيش بك ما تردي؟ كده الساعة 9، ليه من أول برا؟ أفتح لك الباب؟ طيب يلا. إيش هذا يا بنت؟ إيش هذا كله؟ من فين جايبة هذا كل الفلوس؟ ماما حق المصروف. غاكي دحين تفهمين السالفة، من فين جبتي هذا كله؟ يا ماما هذا مصروفي أنا أجمعه. هذا كله من مصروفك؟ أيوة يا ماما. ألو أنت عند الباب؟ طيب دحين جاي دحين. يا بنت إيش كمان جبتي؟ استني يا ماما دحين جاي. الحمد لله وصلت الطلبية يا بنتي. يا بنتي إيش هذه الطلبية؟ بسرعة قوليلي، شطنتيني. ايش هذا؟ ما عليك يا ماما ما عليك، دحين تشوفي. يا الله احلى مفاجأة، شوفي يا بنتي هذا كله يخرب الوجه. لا يخرب الجسم. لا تخافي. ويخرب الشعر. لا تخافي ما يخرب وجهي لانه حلو. حتى الصبغة جبتيها؟ ايوه ما عليك دحين اوريكي كيف شكلي راح يكون حلو مرة. ماما خلينا نسوي زي البنات، كل البنات يصبغوا شعرهم ويحطوا مكياج ويحطوا ماسك وما يخربوا وجههم. خلاص خلينا نسوي زيهم. لو صار في وجهك حاجة ولا في شعرك حاجة مالي دخل. طيب خلاص يا ماما ما عليك بكيفك. واو ما أعرف أنا كيف أسوي مكياج. هذا كيوت. ماما غمضي عينك، غمضيها، حطها. إيش فيه كمان؟ هوريك مفاجأة. يلا افتحي عينك. دحين اوديكي. ما ايش هذا الوجه؟ ابيك ماما والله ايش بك ماما، هذا وجهي عادي زي البنات اللي كثير كذا شيء زيهم حلو صح. طيب كده بقراي. لا ابدي روح غسل وجهك، روحي بسرعه. طيب. بسرعه طيب. بسرعه نفسك. ماما خليك انتظرين دي الورطة. ماما روحي جيبي الشنطة بسرعة فيها الدواء. غبية روحي بسرعة روحي. تفضلي لينا دبر لك الدواء. فين
مين اخذ فلوسي؟ تعالي تاخذ فلوسي. ها خذ الدواء يلا دبري نفسك بنات اخر زمن. يلا 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 اقعد انا كل يوم اكله. لا